السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان أنيقا أن ليابي ومعجسة يقول نقطي صومالي نبي محمدي يا تستور كبوتلان ما أفتبا الله قاد تدقي القيلين هيا وحا أركا إذا هيا تستور كبوتلان لما بدلي كارو وحلقة ما بدلي كارو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن عبد الله بي باي يا تستور كبوتلان وحبل لقى ما بدلي كردات كدهاية وحالي يا بي تستور كبوتلان ما مقدس با مقران با مركا وحل لقى بدلي كريد تنكال تستور كبوتلان ما افتبا لو قاضي يا افتد دوينا ميا لو قاضي تستور كبوتلان او شعب كرير بوتلان او نن با انتي افتل لو قاضي اسكو راعين سلام سري بشارة مختار سودان آدي آد بانكو سلام يا ولالكي مختار وآدي آد بانكو سلام يا معلن سري وريا سري ولالكي أقويهن كي مختار سودان آد بانكو سلام يا ولالكي إن تستور كبتلان معها المقدس قرآن معها وح معنى أوه ليه هين مترتو شعب كبتلان توقو أو دقنا اسكو مراعن أفتنا الله مقادن قبيل أمرير قار أو كم مسؤول أوها اللي كرنا متشرو تستور كبوتلان تستور كبوتلان وهل بدلي كرا ولبنا وحال بدلي كرا مالين مالين بلو بدلي كرا مالين مالين ساعد ساعد بلو بدلي كرا وحال بدلي كرا وحال ترى كلية قرآن كإلهي إيا حديث النبي قبال بدلي كرا إنت كلو وحال بدلي كرا لما بدلي كرا وحبال لقى ما بدلي كرا ورمحال لقيل نيسين ما قرآن بالا يروال بدليا ميدا ذكالي تستور كبوتلان ما قبيل قاره بوتلان دقانو مسؤول كأهباتيرا يا ان يسوغا واح او ان ادي اد بان اذي كرالي قلينا يا واي دي صولابان اي اي يسوغا إجرالي هذا إجرالي هذا إيه مركا تصور كبطلان ولا بدلي كرا ساعة آدي آد بردي سلام مايا صحابتا إيه صوق الشيء والسلام يسوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتصور هذا إيه آدي آد بأدوغو دمر بعد تهي أدير إيه وحاز كبح يو غور إيه غرضها إلى شو يري شامع شامع عاش النور إنا عاش النور أدي أد بنكو سلام يا شامع عاش النور ما قرته مركب واحد سميسان شكل على يرهدو إيش لما بدلي كرأي وين مقدس شكل وين مقدس يوين مشاهدين غير وقوي بنقاتل كجتاجني مشاهدين مقدس فيلم كزوا جمة تاوي فيلم كأح ومحن كنا هاي تو مقدس يا مشاهد وحوي مسبحي يا مشاهد جس لا يو أفارها أسبان وقصو تجنا بدلاً هنوجو كينننا بفهمتي تذكر المركة أدنى ذي سدين أدنى وردية كتهيدين معن كنا هاي تستورك بدلاً أدتك كحكتان كمحكتان رنت اللي ذي شيء جيا رنت اللي ذي شيء جيا عندها رنت اللي ذي كسارة قبيلة ذي بدلاً دجن بابو بمحن كنا تستورك كوضا هالي كرا ايغا وحكا بد محان كودا هاي تو اي 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 اوقادان اي افتي افتينا اللو مقادين تستور كبوتلان تستور كبوتلان وا تستور قبياء وح والبالو قدري كرا وا تستور كو ميل جاروي تستور لو قادي ماهن افتي تستور كو مركو او انسحيه وا مركو افتي لو قادو تصور كبوتلان و و وحوي و كميل جار هرت هلا فهمه و تصور كفدر على الكوكلة لو ما قادن أفتي مدى ذكى على أدر فرالة إيه ملحوينه إني هرا بوتلان عمري قاعد الله داري جورج أقل كسرة إيه محاكم أفدر على الكات كشرته حل دبان بوتلان متيد حل دبان بارلمان كبوتلان متيد إيه محاكم أوسير با إيه كشرة بوتلان متيد يا أبوها الله يساعدك ba fiiri dastuurka hadii wax laga bedelayo
golaha wasiirada sharciga siduu yahay soo jeedin bay leeyihiin. Golaha wasiirada Puntland soo jeedin bay leeyihiin. Yaa ansixinteeda leh baarlamaanka leh. Kaliya waxaa lagu sharfi karaa Puntland waxa isku haya waa isimada. Isimaan leenahay anagu haddaan reer Puntland ay isimada isku haya. Jibriil aad baa kuu salaamaya walaalkay. Isimada isku haya isimada wax laga weydiin karaa wixii lagu daray iyo wixii lagu ayagoo lagu sharfayo. Laakiin baarlamaanka golaha wasiirada soo jeedin leh waxaa furi karana maxaan ku dhahaayto nimankaa la yiraahdo baarlamaanka shaqsi iyo siyaasi iyo maxaa la dhahaayto qabiil iyo yaa la is ceebayn cid uga jirtubaanana male maamulada soomaaliya ka dhasan qabiilada degan qof walbaba xaquuq buu ku leeyahay. Qabiil oga jirtubi kara qabiil kale ma jiro. Qabiil oga jirtubi kara Cabdi Daahir Jaamac aad iyo aad baa kuu salaamayaa walaalkay. Dad baa waxay dhahayeen haa qabiilada haddii qabiil maxaan ku dhahay Puntland ka baxo waxba wuu ka qaadi karaa. Sool iyo sanaag baa baxeen oo waxba nagameen waa naga qaadeen. Sool iyo sanaag hadda hal tuulo sool iyo sanaag ah ama maxaan ku dhahay buuhoole ma joogto Puntland canshuur kama qaadato wixii rabaan naga soo galo oo ku dila boosaaso qofkay rabaan kana baxa xuduuddooda ma kontroolno dad unbaa naga joogo meesha iska fadhiya. Laakiin sool iyo sanaag reer Puntland ma xukumaan wixii soo galaya iyo cadowga soo galaya iyo kan ka baxayana kama warqabno. Ma fahmaysaa qabiil walba marka tuuladu degan yahay hadduu goosto oo yiraahda Puntland ima soo geli karto Puntlandta haraysa waa xaggee waa xaggee Puntlandta harayso. War waxaan leeyahay odayaasha iyo maxaan ku dhahaa siyaasiyiinta reer Puntland dadka waa in laysku hayaa waa in maxaan ku dhahaa qabaa'ilada wixii xaquuq ah loo simaa. Puntland markii la dhisay iska qalab bay ahayd dastuurkaana qalab baa lagu dhisay afti looma qaadin. So waxaad garatay maahan wixii ahayd 19 sano ka hor in afti loo qaado dastuurka Puntland waa loo qaadi waayey. Adeer Faroola ka mid ahaa dadkii loo idmaday inay afti u qaadaan dastuurka dadkana cod ka qaadaan. Adeer Faroola maanta uu qaylinayaa maalintii 3 bilood aga hartay Puntland buu wuxuu la soo istaagay cod dadkan tirinaya hal cod iyo hal qof baan ka dhigayaa 3 bilood baa oga hadhay wallaahi bil afraad inaysan ku jirin waa la ogaatii ka dhacday. Dagaal baa ka dhacay qarnatii ku dhacday dameerihii baa Faroola lagu qoray tuuriyaa ka dhacday guryihii oo lagubaa ka dhacday gobolka mudugtii ka dhacday waa la ogaa. Ma fahmaysaa 19 sano Faroole iyo maxaan ku dhahay taa Ilaahay ha u naxariista Cabdi Muuse iyo Cabdullaahi Yuusuf baa mas-uul ka ah in aan cod laga qaadin Puntland. Dantay ka lahaayeen ha ka lahaadaan 19 sano waqti yar ma aha. Wiilka 19 sano ka hor dhashay waxa weeye wiilkiisii baa maanta wiil la dhalaya. Maanta wiilkii 19 sano ay dhisantahay Puntland waxay ahayd hal cod war Ilaahay oo dadku may Ilaahay oo may dadka Puntland deganaada qabiilada ka mid a hal xildhibaan may helaan si xaq ah inta la tirsho dadka cod laga qaado xaq iyo xalaal lagu kala baxo. Yaa waxay dhahaan reer xamarku ninkii bootaynahay banaan weyn waa kana ninkii bootayahay banaan weyn waa kana ninkii bootayahay banaan weyn waa kana war ninkii badanow in la istiriyo ogolow maadan ogolaan. Adeer Faroolow Ilaahay dembigaaga ha dhaafe 5 sano dhadhowaad haysa Puntland maalintii 3 bilood kaaga hartay baad saraatiiq iyo warqado aad adigu soo qorqoratay la soo oraday maanta isimadii Puntland baad ka dhex qaylinaysa odlaana iska kala taga yaa adiga kaaga mas-uul dhigay Puntland xildhibaan ma tihid oo wasiir ma tihid oo oday Puntland ahoo isimada Puntland u rajis garaysan ma tihid waxaa tahay nin senator ahoo laga soo doortay gobollada Puntland waxaad noo joogtaa maxaan ku dhahay dowladda dhexe yaad u jirtubaysaayo meesha hadda u qaylinaysaayo aad yaa u hadlaysaa ii sheeg yaa u hadlaysaa hu ani waa yaabanahay wallaahi wa billaahi baantita waa yaaba aniga odada saara u fiirsha waxaa eri ilaan haddaa la is-xisaabinayn wixii la rabaa lagu hadlaa
أنا بس ترى ذو واحد كلا تلينا يا بس ترى ذو واحد كلا تلينا يا أنا قد دقع الكلا تلينا مايو إلا يدقع لنتو كلا تلين مايو لكن حق هذا هرات ستو حق هذا هدي وإذا ماشي كه اللي كده هرات ستو سمعلي وأنت قلب ذو كعك بيران أنت تقول كلين حتى حافظة قال كعيو كلين قلب ذو كعك درسان أنا كو تاس إعلامي رهيا والله وبالله عد ما عشان إسقاص بيس ما ترتو عد إسقاص بيس ما ترتو أدير بوت لأن عد كعك ما ترتو قبل الله إسكو درس ذي قبل الله إسكو درس ذي أدير فرالو ما فهم إيسا